السلام عليكم، نكمل بالتعرف على خواص الكونتينر. طبعا كنا عم نتعرف على البادنج، بس في شغله اكيد بعضكم حيتساءل، كانه المسافه هون اكبر من هون بشوي، وانا مثلا لما اعطيتهم فيرتيكال على سبيل المثال 10، فضل طبعا الفيرتيكال نحن بنعرف انه حيعطيني هامش داخلي من الاعلى ومن الاسفل. طيب الهامش الداخلي الموجود من اليمين شو سببه؟ السبب ببساطه انه هي الكلمه ما في لها مكان هون، لو هي الكلمه كانت هون ما لها مكان. يعني عمليا شوفوا، لا اوضح لكم الفكره، لو صغرنا الكلمه هي شوي، تمام، صغرنا وين هي الكلمة عفوا، لو صغرناها شوي بدنا نصغرها بحيث يكون لها وساع هون، تمام، بهذا الشكل. شايفين ظهر الدي هون؟ لأنه هو حسب مساحة الكلمة، الكلمة ما فينا يقطع نص الكلمة ويجيب نصفها بالأسفل ونصفها بالأعلى، لا، الكلمة بدها تكون كلمة كاملة موجودة. فمثل ما شايفين هون بهي الطريقة ما عاد صفى عندي أبدا بادنج من اليمين، صار لأن هو أصلا ما في بادنج من اليمين، هو بس كانت إنه هي الكلمة كبيرة حجمها كبير فما إلها مساحة هون فخلاها بالأسفل، بس هي الفكرة، تمام؟ يعني ما كانت فكرة إنه في بادنج من اليمين، لا، البادنج من اليمين حتى نقدر نستعمله لازم خلاص نحط هوريزنتال، هوريزنتال 10 فرح ياخذ بادنج من اليمين ومن اليسار بنفس القدر، تمام؟ هي الفكرة ببساطة شديدة، بدكم تنتبهوا على طول الكلمة. طيب حلو كثير، حنتعرف على خاصية جديدة بالكونتينر، طبعاً واللي هي كثير مهمة، من أهم الخواص الكونتينر عملياً هي الديكوريشن. الديكوريشن هي بروبرتي موجوده داخل الكونتينر، وهي ايضا بتقبل كلاس بروبرتي ديكوريشن بهي الطريقه، اللي هو طبعا بوكس ديكوريشن بهي الطريقه. البوكس ديكوريشن هو كمان بروبرتي بتقبل مجموعه بروبرتي. طبعا الموضوع حيكون صعب بالبدايه عليكم لانكم اول مره عم تتعاملوا مع فلتر، ولكن مع التجربه والوقت حتلاقوا الموضوع كثير بسيط، تمام؟ فلما حددنا على البوكس ديكوريشن ظهر عندي ايضا مجموعه من الخواص. طبعا لو عملت انا هلا حفظ حيعطيني خطأ. شو سبب الخطأ؟ لما أنا بستعمل الديكوريشن داخل الكونتينر ممنوع استعمل الكلر، فالكلر لازم يكون داخل الديكوريشن، يعني ممنوع استعمل الكلر والديكوريشن بنفس المرتبة. إذا كان في ديكوريشن لازم الكلر يكون داخل الديكوريشن حتى يلتغى الخطأ. طبعا التغى الخطأ وما صار عندي أي مشكلة، تمام. طبعا أنا حأحذف بعض الخواص اللي حاليا ما لها قيمة مبدئيا حتى ما تشتتنا. حأحذف مثلا البادينج، أوكي، خلي مثلا العرض طوله 100، خلي مثلا طول الكونتينر 200 بهذا الشكل، حخفف الكلمات بطريقه، خلينا نقول هاو ار يو بس بهذا الشكل، تمام. حنعطي مارجن خفيف اتش انست او خلينا نعطيه 20 من جميع الاتجاهات بهذا الشكل. طيب حلو كثير هذا الكلام، حنلغي هون طبعا اللون هذا مزعج، خلي بس الكود يصير صغير حتى يكون الموضوع بسيط بالنسبه لك. عندي كلمة أنا هاو ار يو بهذا الشكل. طيب شو ميزة الديكوريشن؟ أول ميزة من مزايا الديكوريشن اللون. طبعا اللون هلا حيجي كثير منكم يقول لي طيب كنا مستعملين اللون فوق وما في أي مشاكل، صحيح كنا مستعملين اللون ما في أي مشاكل. فإذا مزايا الديكوريشن هي ليست اللون، لأنه في مزايا كثير غير اللون، اللي هي طبعا على سبيل المثال البوردر. البوردر هو من أحد المزايا المهمة، كيف أنا ممكن أعمل بوردر للكونتينر؟ فبكل بساطة أنا رح أستعمل بوردر. البوردر طبعا تقبل بوردر بهذا الشكل، كلاس من نوع طبعا بوردر بهذا الشكل، بنعمل دوت اول. دوت اول ببساطه شديده انه انا رح اعمل بوردر من جميع الاتجاهات، لو عملت كنترول اس فبنلاحظ انه عندي صار بوردر من جميع الاتجاهات لونه اسود. هل انا ممكن اتحكم باللون والسماكه؟ نعم، ببساطه ممكن تتحكم باللون من خلال الكلر، تحط مثلا الكلرز دوت ريد على سبيل المثال، فرح يصير عندي لون البوردر احمر. بما ان الكونتينر لونه احمر ما رح يبين اي شيء، فرح اختار لون ثاني، رح اختار جرين مثلا، جرين بهي الطريقه. فبنلاحظ انه صار عندي بوردر لونه اخضر. طبعا بالنسبه لكم ما رح يكون واضح لانه صغير كثير، فرح نعطيه ويدز اكبر، خلي مثلا الويدز 2، فبنلاحظ انه البوردر ازداد حجمه، خلي ويدز 10، فبنلاحظ انه البوردر صار سماكته 10 بكسل، يعني سماكه البوردر 10 بكسل من جميع الاتجاهات، 10 من اليمين، 10 من اليسار، 10 من الاعلى و10 من الاسفل. حلو كتير، إذا أنا ممكن أتحكم بلون وسماكة البوردر، نعم ببساطة شديدة ممكن أنت تتحكم بلون وسماكة البوردر. طيب شو عنا أيضا مزايا؟ أنا ممكن أعمل بوردر فقط من الجهة اليسرى أو من الجهة العلوية أو من الجهة اليمنى أو من الجهة السفلى، كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ بكل بساطة أنت بتروح تعمل بوردر بهذا الشكل، داخل البوردر حيظهر عندك ليفت ورايت وتوب وباتوم، تمام؟ فطبعا أنت رح تختار الاتجاه اللي عايز يكون فيه البوردر فقط، مثلا انا حختار الليفت، تمام؟
بنحدد على الليفت بنشوف انه هي بكل بساطه تقبل بوردر سايد، فرح نروح نعمل نحن كلاس بروبرتي بوردر سايد بهي الطريقه. تمام، بنحدد على البوردر سايد فبنلاحظ انه بتقبل الكلر. تمام، فممكن نعطيه كلر وليكن هذا الكلر بلون الاخضر. تمام، بهذا الشكل بنعمل كنترول اس بنشوف شو راح يصير عنا. طبعا اعطاني بوردر فقط من الجهه اليسرى بمقدار طبعا 1 بيكسل. تمام، لونه اخضر. طبعا هلا ما راح يكون واضح معكم كثير طالما انه عم نسجل نحن، فراح ازيد الويدز خليه يصير مثلا 10. فبنلاحظ انه ظهر عندي البوردر فقط من الطرف اليساري بمقدار 10 بيكسل. ممكن انا اعمل بوردر من الطرف اليميني واليساري بكل بساطه، بعمل راي. تمام، وبرجع بنسخ هذا الكلام نفسه البوردر سايد مع الكلر والويدز بهي الطريقه هون. فبكل بساطه صار عندي بوردر من اليمين ومن اليسار. ممكن البوردر على سبيل المثال من اليمين انا خلي عرضه 30 بهذا الشكل، ما في اي مشكله، زدنا العرض. في ملاحظه بسيطه كثير، انا لما زدت عرض البوردر من اليمين نلاحظ ان الكلمه اجت بالاسفل. طيب شو يعني هذا الشيء؟ هذا شيء له كثير دلاله مهمه. البوردر بينحسب من عرض الكونتينر، يعني انت لما بتحط 200 عمليا هو حيروح ينقص 10 للليفت و10 و30 من اليمين، يعني 10 من اليسار و30 من اليمين، فرح يبقى قد ايه؟ حيبقى 160. يعني كانه العرض هلا حاليا صار 160 لانه البوردر بينحسب من عرض الكونتينر، فلازم انا اخليه 240 لحتى يرجع لوضعه الطبيعي. شايفين 240 يعتبر البوردر جزء من عرض الكونتينر، يعتبر البوردر جزء من عرض الكونتينر. يعني انا لو زدت مثلا من اليسار خليتها تصير 50 بهذا الشكل، فالكلمه رح تنزل. تمام، فرح ياخذ 50 من اليسار و30 من اليمين، قد ايه صار؟ وصاروا 80. حيروح يطرحهم من ال 240 حيبقى عندي 160 المساحه يعني المساحه اللي حتبقى للليفت تشايلد. تمام، اللي هي طبعا تكست. فبتكون كثير بدكم تكونوا كثير حريصين. مثلا لو عملت انا هون 150، شوفوا كيف 150 زائد 30 قد ايه صاروا؟ 180 ناقص 240 بقي عندي 60. يعني هي المساحه التشايلد بقت 60 بكسل فقط لا غير. فبدكم تكونوا كثير حريصين مثل ما اتفقنا على موضوع البوردر. طبعا مو بس البوردر، في عنا ايضا البادنج، نفس الموضوع على فكره بينطبق عليه. لو لغينا البوردر بهذا الشكل مبدئيا وعملنا بادنج، تمام، طبعا البادنج خارج الديكوريشن بيكون بادنج بهي الطريقه ايدج، عفوا ايدج انسيت مثلا دوت اونلي على سبيل المثال، عملنا رايت 100. تمام، عملنا رايت 100. طبعا خلينا نعمل ليفت ايضا 100، ليفت من اليسار يعني 100 كمان. فبنلاحظ انه اخذ من اليسار 100 ومن اليمين 100، فقد ايه بقي؟ ولا شيء عمليا، يعني راح 100 من اليسار راح 100 من اليمين، فبس حط لي حرف واحد بكل يعني سطر، كل سطر في حرف واحد. تمام، لانه المساحه ما عاد موجوده. لو 220 زادت المساحه شوي، ممكن نعملها 240. 240 حيصيروا حرفين، حيسع حرفين. تمام، لانه 100 و100 200 ناقص 240 حيزيد 40 بكسل. 40 بكسل يعني ممكن يكون في حرفين. تمام، طبعا حسب الحرفين، في احرف بتاخذ بكسل اكثر من احرف. فبكون تاخذوا قاعده انه البادنج والباردر بينحسب من عرض الكونتينر. البادنج والباردر بينحسب من عرض الكونتينر. رح نرجع طبعا للباردر حتى ما نبقى نكون مركزين بالباردر. اذا اتفقنا انه الباردر انا ممكن استعمل باردر اول يعطيه باردر من جميع الاتجاهات، وممكن اعمل باردر بهي الطريقه وحدد الاتجاه اللي انا عايزه واعطيه طبعا لون للباردر مخصص، اعطيه مثلا سماكه مخصصه من كل مكان. يعني انا مثلا ممكن هون اعطيه بلاك، انا مثلا عايز الباردر يكون لونه اسود، فاعطيته من اليمين باردر اسود عرضه 30، وعندي من اليسار باردر لونه اخضر وعرضه 10، عادي كثير ما في اي مشكله. ممكن اعطيه من التوب ايضا، بكل بساطه بروح بعمل كوما توب بهي الطريقه، بعمل باردر سايد. تمام، وبعطيه كلر وليكن هذا الكلر مثلا على سبيل المثال براون بني، يعني لون بني. واعطيه مثلا ويدز، خلينا نعطيه ويدز كمان بهي الطريقه، ولكن الويدز على سبيل المثال طبعا هون داخل البوردر سايد عفوا، بعطيه ويدز بهي الطريقه وليكن الويدز بمقدار 30 بكسل. فراح يظهر عندي من الاعلى براون بوردر لونه بني، تمام، ومن اليمين بوردر لونه اسود، ومن اليسار بوردر لونه اخضر، وكل واحد طبعا يلي من اليسار سماكته 10، يلي من اليمين سماكته 30، ويلي طبعا من الاعلى سماكته 30.
تمام، فأنا ممكن أتحكم بلون وعرض البوردر من كل جهة من الجهات، تمام؟ بتمنى يا رب يكون الموضوع واضح وسهل بالنسبة لكم. طيب نحن حنرجع الـ dot all بهي الطريقة، لأنه رح ناخذ فكرة ثانية وكثير حلوة ومهمة مبدئيا. تمام، حنرجع الـ all، حنعمل width للجميع الاتجاهات يكون بمقدار 20، تمام؟ والكلر حيكون colors dot green، تمام، بهذا الشكل. فعندي border من جميع الاتجاهات لونه أخضر بهي الطريقة، تمام؟ طيب لو أنا عايز مثلا أخلي الحواف تصير دائرية، كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ يعني بدل ما تكون الحواف حادة بهذا الشكل، تصير دائرية. قال هذا الشيء ببساطة من خلال border radius. border radius طبعا بتقبل radius، فنحن ممكن نعمل radius بهذا الشكل، تمام؟ أو عفوا تقبل border radius، border radius بهي الطريقة dot circular مثلا 10، فلح ياخد 10. شوف كيف الحواف صارت يعني تقريبا دائرية، تمام، بس بمقدار 10. ممكن نعملها بمقدار 20، ولكن من جميع الاتجاهات عم يصير هذا الكلام، شايفين؟ ممكن نخليها 100، فلح تصير بهذا الشكل، فصارت الحواف شبه دائرية، تمام. فانت من خلال السيركولر ممكن تتحكم بانه تكون من جميع الاتجاهات دائرية، تمام، فتتحكم بالدرجة. ممكن تحدد من اتجاه واحد فقط لا غير، ممكن هذا الشيء. كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ قال ببساطة، شوف شو بنعمل، بنعمل دوت، حنختار مثلا الاونلي. الاونلي مثلا انا عايز من الاسفل يسار، يعني هون من هي المنطقة بس يكون في مثلا radius. فبكل بساطة بعمل bottom left، والbottom left طبعا بتقبل radius، فلح اعمل radius داخلها بهذا الشكل دوت circular بمقدار 10. فمنلاحظ انه فقط من الاسفل يسار، هي الزاوية، فقط من هي الزاوية صار عندي radius. ممكن انا ازيده حتى يكون واضح بالنسبة لكم، خليه 30. فمنلاحظ انه بس من هي الزاوية صار دائري، اما من بقية الزوايا فهو لازال حاد. ممكن ايضا مثلا نضيف على سبيل المثال التوب ليفت، ايضا من التوب ليفت ضيف مثلا radius circular بمقدار 30 ايضا على سبيل المثال، فصار عندي من التوب ليفت ومن الباتوم ليفت radius، تمام. ممكن ايضا نضيف من الرايت، ممكن عفوا نضيف الباتوم رايت، ممكن التوب رايت. فاذا الموضوع صار واضح، ما في داعي انه نشرح فيه كثير طالما انه هو واضح. طيب حلو كثير، هي تعرفنا كيف نعمل نحن radius من كل اتجاه، وتعرفنا كيف نعمل radius من جميع الاتجاهات. طيب ممكن انا في بعضكم حيقول طيب شو هي الاول، يعني الدوت اول. الدوت اول مثل الدوت سيركولر، ولكن الدوت سيركولر مختصره اكثر. هون رح اضطر اعمل radius، تمام، مثل ما شايفين الاول شو بتقبل. الاول لو حددنا عليها بتقبل radius، فبكل بساطه حاعمل radius انا بهي الطريقه دوت سيركولر، رح اعطي 10 على سبيل المثال. فبكل بساطه عمل لي radius من جميع الاتجاهات بمقدار 10، 20 مثلا، 30. هي تقريبا نفس بالضبط السيركولر، ما بتفرق اي شيء، ممكن تخليها 20 ما رح تفرق اي شيء، تمام، ولكن هي مختصره لا اكثر ولا اقل. طيب حلو كثير هذا الكلام. على سبيل المثال عندنا كمان مجموعه من الامور اللي هي طبعا يفترض تكون واضحه بالنسبه لكم، لانه كلها بتتشابه الخواص بشكل عام. في عندي هوريزونتال، هوريزونتال اغلبكم بيعرف انه يعني يمين يسار، فمعناتها من اليمين ومن اليسار الموضوع واضح، ما في شيء مخبى، تمام، بهذا الشكل. ممكن اعمل طبعا لما انت تحط هوريزونتال فهي هيعطيك ليفت ورايت، بتقول له مثلا من الليفت انا عايز على سبيل المثال radius، تمام، بهذا الشكل دوت سيركولر بمقدار 10، فلح يعطيك من اليسار، شايفين الطرف اليساري من الاعلى ومن الاسفل باليسار حيعطيك radius. ممكن تخليه 30 حتى يكون واضح، او 50 40 مثلا حتى يكون واضح. فبنلاحظوا بس الطرف اليساري اعطاه radius، تمام، اذا بس من الطرف اليساري. ممكن كمان الطرف اليميني تعطيه رايت على سبيل المثال، تقول له مثلا radius circular، تمام، بهي الطريقه. تقول له مثلا انا عايزه من الطرف اليميني يكون مثلا 60، فلح يعطيك 60 من اليميني، تمام، radius، ورح يعطيك 40 radius من الطرف اليساري. ممكن انا بدال الهوريزونتال استعمل الفيرتيكال، فلح نتحكم بالاعلى والاسفل، تمام، فيرتيكال بهي الطريقه. الفيرتيكال طبعا بتقبل توب على سبيل المثال، وطبعا هي radius اكيد نفس الموضوع تماما دوت سيركولر. ممكن اعطيه 20، فلح ياخذ 20 من الطرف العلوي، طبعا العلوي يسار ويمين، تمام. ممكن ايضا من اليسار، تمام، نفس الموضوع، عفوا من الاسفل radius بهي الطريقه دوت سيركولر، ونعطيه مثلا 50، فلح ياخذ من الاسفل 50 بكسل من اليمين واليسار. هي هي بكل بساطة البوردر بالنسبة للكونتينر. بتوقع ما عاد حدا عنده أي مشكلة بموضوع البوردر بالكونتينر. بتمنى يا رب يكون الفيديو واضح وسهل.